هموم وعندي فيها الا طريقة واحدة اني اكتب لها شيء، هي اكتب لها شيء لعل وعسى انه يوصلها يوم من الايام. قلت اسلم، قال وفي ليلتين قد استحق مرها وانا مخلصن الكتاب وجامع اللي دريه مات. قلت ابى نس لها الحين ارب انه يصلها. يقول يطري علي اكبر مشكلة انها هي ما تحب تقرا، هي ما تحب تقرا، انا كيف خليها تقرا الكتاب وانا ماني مشهور ولاني معروف ولا دي احد يدري عني، الناس مو بمتناقلين الخبر، كتاب على الرف مثل الكتب اللي غيره، وش كيف يوصلها؟ قلت ايوه. قال وانا اطق لنفسي صوره وانا احطها خلفيه الكتاب. قلت ارب انها يوم من الايام، اليوم انها مرت تبالها تشتري شيء من جرير ولا شيء تمره وتشوفه، ولا احد يعرفني ويشوفه ويقول اي فلان تعرفينه احمد صورته هنا. يقول رب انها شيء هو حتى كتبها في الكتاب. يقول يبدو اني حين انتهي من كتابه هذا الكتاب سالتقط لنفسي صوره واضعها على غلاف الكتاب كرشوتي لتلك التي لا تحب القراءه. الله يسري عليك. ويقول يقول وانا استعين بالله، يقول وانا احط الكتاب، يقول وقعد احتري احتريها ترسل احتري يجي منها شيء يوم من الايام. يقول لهم يكلموني حقنا مكتبه، قالوا ولد ما شاء الله الناس يشترون، قالوا هذا قال هذا خبر طيب الله يجزاكم خير، بس ما حد حط عندكم ورقه ولا شيء ولا؟ قالوا لا والله، بس ترى فيه الناس يعلمون بعضهم وفيه مبيعات وفيه، والله انك شكلك جيد. يقول لنا ما بين فرح ان كتاباتي اعجبت الناس، ما بين تكاك ان بنت الاجواد ما جت. يقول واحتري والناس يقولوا اشوفهم يكتبون عنه كتاب مدينه الحب لا يسكنه العقلاء مدينه. قلت يا ولد انا افرح الحين ولا ما افرح؟ العلم وش يقول الناس يقابلوني عظيم كتابك. يقول لسه لذول معاناة فراقي. يقول انا فارق، يقول انا فيه هم من كاتبه هنا وبنت الاجواد ديك ما ردت ولا عاد. يقول وانا دقر في النص. يقولوا مع الايام والكتاب يضرب والناس تقوم تناقل الكتاب ويعلمون بعضهم والدنيا، يقولوا ينادوني المكتبه، قالوا انت كاتب عظيم انت، وش الكتاب الريضه؟ وش جديدك؟ عطنا من جديدك اكتب. قلت الجديد عندكم احد خلالكم اوراق شيء يعلمكم؟ قال انه يعرفني مر. قالوا لا والله ما حد. لي انت شو رايك؟ ناس مشتريه ومبسوطه وش فيك انت؟ يقول قلت طيب. يقول انا طلع. يقول لا الكم الهائل من المديح حولي وحول الكتاب يقول الا مستوي عندي المدح والذم. يقول يوم قالوا لي مبروك نجاح الكتاب مبروك، قلت لا والله ما نجح في الشيء اللي انا بيه، والله لا رسالات ولا فجأة باب التواصل ولا. يقول لحد الحين وانا ليلي طويل والنهار قصير. يقول اليوم من جد بتغيب الشمس ضاق صدري. يقول كانوا اخوياي القريبين اللي حولي اللي يعرفون السالفه يرسلون لي فلان تكلم عنها الكاتبه فلان مدحها مدري من نشر مدري، يبون يطلعوني من جو الحزن. يقول انا ما نجح الكتاب، ما نجح عندي لحد الحين مره. يقول عدو تراه مره كان حساس في الحنين لدرجه عجيبه، انا من ضمن عبارات اللي اذكرها وانا ماني بحافظها والله، اللي يقول لفرط الحنين يبدو انه سوف ينتقل الى ابنائي فسيكبرون وهم يحنون الى امراه لم يعرفوها ولم يحدث ان شاهدوها في حياتهم قط. كان متجدر يقول انت حتى حنين سورث لعيالي. يقول والله اطيع اخوياي واطلع للناس، يقول واصور مع هذا ووقع اهداءات لذا واضحك لذا وتستدعيني القناه الفلانيه اتكلم عن كتابي واضح حضره التكريم الفلاني والدنيا. يقول ولكن القلب مثل ما قال ضيدان يوم يقول لها عجزت اسج وانسى واترك المقفين غصب القلب لكن الهوى قدره الهيه، احن الكل ما في نجد حتى شارع الستين واحن ندعد على الغربي على الشرق عصريه لكن إن الوضع هو ما تغير والزمان يشين وحبك كل يوم يزيد في العين الشقاوية. يقول ألهم، يقول لي جاء يوم من الأيام وأنا في معرض الكتاب أوقع كتابي. يقول أوقع كتابي إلا البنية الصغيرة اللي معها ورقة والداحمة الناس يقول قلت خلوها تعالي من الورقة هذه وش أنهي؟ قالت هذه لك. قلت هي وش أنهي؟ قالت لك. يقول تخلي الأوراق على الطاولة وتروح. يقول فحطيت الاوراق بجنبي وراحت البنت. يقول والناس واجد ومكرمين بجيتهم ووقفتهم وكلامهم الطيب. يقول وقع واصور واوقع. يقول انا خلصت يا ابو حمد
يقول انا اجمع الاوراق دي معي، يقول انا امشي، يقول انا افتح الصفحه الاولى وانا اقراها الا يوم بطني بدا يوجعني، يقول افتح الصفحه الثانيه الا يوم تشابهت الوجيه في المعرض. ما تعرف احد. يقول يجيني اخوي قال انت على امك. يقول انا تلفت قلت البنت تكفى. يقول انت قال انت قلت اللي كاتب الكلام ذا فلانه. يقول يا عاين قال انت مكتوب اسمها مكتوب. قال والله انا هي البنت. يقول احنا نحوص في المعرض. يقول الدنيا بشر زحمه. يقول انا وين القاها وين. يقول يوم بدت قلبي بدا يتنفس بسرعه قلت ولد انا ودني السياره. تكفى ودني السياره بجلس اقرا. يقول هو ياخذني وروح. يقول انا اركب السياره وانا ادق السقفيه. يقول قلت لا تحرك خلنا هنا. يقول وانا اقرا. يقول واقرا واقرا. يقول مره انا رد عمري لا تهشم عشان رفيد زمعي. يقول يستحي مرات وينزل ويسك الباب ويخليني ومرات يركب. يقول انا احسب اني قويت وانا هرج وانا اوضح. يقول هي تنتثر علي. يقول قريت من الاوراق شيء ما يستوعب عقلي يعني. فيقول فرجعت اقراها ورجعت اقرا. اخوي يقول ترى اذا تقرا نفس الورقه 3 مرات ما يتغير المكتب في نفسه كاتب. قلت انت تشوف اللي قاعد اللي كلام ذا وش هو. يقول وانا اقراه الحمد لله يوم دريت ان سالفه يا ليت هالفرقه طلع الموضوع اكبر من الفرقه واكبر من الدنيا دي واكبر. فبدا فيلمه الجديد فيلمه وراح وحط الرسالة واللي صار في الرسالة في أنت كل شيء الجميلة اللي أنا رحت أخذته وقعدت أقراه برا هناك السفرية. أحداث صارت بينهم طبعا هو ختمها بردني إليك. بعد ردها رد عليها بردني إليك. عاد لأني أنا أخشى أن في أحد قاعد يقرأ وأنا أحوس على اللي صار لأني أنا كذا أنا يتردف أحمد. والله أنا بدال ما أخلي الناس ماشية على رتمها أجي أحوس على فسارة ذيك الليلة علي مسرة نبتسي العاشقين. طبعا أنا من الأدب أني ما أتكلم عن التفاصيل لأن في ناس تقرأ في ناس قاعدة تعرف التفاصيل. والحب يا جماعة الخير شيء جميل جميل جدا يعني. ترى أنا يوم أتكلم وأقول لكم الحب مباح والحب مباح والحب وطلعوا العشاء وسووا ترى الحب الحلال ترى الأصل في الشيء هو أصله النظيف المباح الجميل الأصل الإباحة فيه. فنستخدم بطريقة خاطئة ف العتب على من رآه بالطريقة هذه. يعني إحنا يوم نتكلم عن الكاس واجب أتكلم عن كاس كاس كاس. هل أنا أقول لا الكاس ده بس لا تشربون به الخمر. الكاس الأصل فيها الإباحة. كاس نشرب فيها اللبن والماء والعصير والدل. فهذا ترى المقصد. فمهو بلازم إني أنا أفند. نتكلم عن أصل الشيء وساسها النظيف. يدروني يا جماعة الخير يا طالة بروح أركض بعد وراي شغل. طبعا انا ما اقدر انا اقفل كذا انا اتردى والله في احمد وش الرفيز اللي علمناه وغسلنا كذا وانا والله ما عندي رابط الحين بنزل رابط خاص ولا شيء خصم خاص ولا اذا جبت شيء مستقبلا والله اللي اعلمكم واقول هذا تراو على اعلان ترى اعلان وفي خصم واذا تكود تلقون ما عندي شيء والله اللي بياخذه ياخذه اللي مو ماخذه يخليه ولا اوعدكم انا اعرف السلم ان ممكن تجي مبادره سواء من أحمد ولا من مكتبة معينة ولا شيء. إذا جت مبادرة اتجاه المجموعة ولا الكتاب ولا شيء علمتكم قلت ترى هذه المبادرة وهذه تفاصيلها.